بالنسبة لقضية الثروة اللي أشارها جلالة الملك، والحقيقة أنه لامس الجرح ولامس الحقيقة اللي يعاني منها المواطن، وهي إنزال هذه الثروة ولا إنزال هذه التنمية للمواطن مباشرة. وهذه رسالة للريعيين ورسالة للفاسدين اللي دائما يحولوا المسار التنموي عن أصله، وهو أن المواطن يعيش الطفرة ويعيش حقه ونصيبه في الديمقراطية، ومن هذه الديمقراطية وحقوقه في ثروته وحقوقه في استفادة من التنمية. نتمنى هذه الرسالة عن توصل للناس الفاعلين في الشطر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أنهم يعيشوا انشغال جلالة الملك، ويعيشوا في المواطن أنه يعطوه في اعتبار أنه من أولويات، وأن التنمية البشرية الرأس الغير المادة هو الإنسان. هذا الإنسان أنه ركن من أركان الاستقرار. ولهذا نوصوا الفاعلين الاجتماعيين أنهم ما يهمشوا المواطن، وأنهم يركزوا على حقوقه في الثروة، وأنه موارده اليومية ولا رفع من معيشه سواء على المستوى المادي والمعيشة أنه يعيشوا. ونتمنى هذه الإشارة أنها توصل الناس مشفرة، لكن هي حقيقة، وأن المواطن كان ينتظر أنه يلامس أفواقه اليوم ويلغس في ارتفاع معيشته. نختم في النهاية أنها يكون هنالك تطابق بين الناس وبين جلالة الملك وبين الناس اللي يعاتقهم أنهم ينفذوا هذه البرامج باش يعيش المواطن في رفاهية وانتشار، ونجد كذلك بيعتنا لملكنا ولوطننا. بما يتعلق بالخطاب الملكي تتبعنا باهتمام، وتتعب الساكنة تشاهد والذهب القويرة باهتمام الخطاب الملكي الذي كان شافيا وشاملا وموضحا لجميع المراحل التي قطعها منذ توليه على عرش أسلافه الكرام من 1999 حصيلة 1999 إلى 2014. فيما يتعلق بالسياسة العريضة والخطوط العريضة للتنمية الشاملة للمملكة، وكذلك تطرق صاحب الجلالة إلى مسألة الحكم الذاتي الذي نرى ويرى الجميع بأنه هو الحل لهذه القضية التي طال زمنها، وأن الحكم الذاتي سيكون قاطرة للأقاليم الجنوبية ومثالا لباقي جهات المملكة حتى يتسنى التنمية الشاملة للمغرب الأقصى وكذلك إلى المغرب العربي، كما أشار صاحب الجلالة في خطابه إلى المغرب العربي الكبير وإلى إفريقيا، لأن إفريقيا كما جاء في خطاب جلالة الملك يجب إفريقيا أن تنفتح على إفريقيا. لهذا خطاب كان شافي وكامل، ونتمنى إن شاء الله تفعيل ما جاء في هذا الخطاب لتنمية هذه الجهة بالخصوص، ولتنمية المغرب قاطبة والدول العربية الشمال أفريقيا والأفريقية عامة. والسلام عليكم وشكرا. خطاب صاحب الجلالة كان خطابا جامعا استحضر البعد الوطني بما فيه من إنجازات، كما استحضر أيضا البعد الدولي عربيا ودوليا. وأكد جلالته في هذا الخطاب على أن المملكة المغربية كدولة محورية في المنظومة الدولية تدعو إلى قيم التسامح وقيم التضامن. وهناك مسألة أخرى أيضا تعتبر أساسية ومهمة، وهو تأكيده حفظه الله ورعاه على النموذج الديني الوسطي الذي ينتهجه المغرب، بعيدا عن أساليب التطرف، بعيدا عن أساليب الغلو. وأكد صاحب الجلالة في هذا الخطاب تمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، مؤكدا على أن المغرب طرح حلا واقعيا سيمكن الشعوب المغاربية من التكامل والتضامن فيما بينها. خطاب الملكي خطاب في المستوى وشامل المغرب كامل من طنجة لقويرة، وبالخصوص الجهوية الموسعة اللي يعطى فيها الأسبقية للأقاليم الجنوبية، وهذا افتخار لأبناء المنطقة. ونشكر جلالة الملك ونهنوه على هذا الخطاب، ونحن معاه مجندين وراه. وبالنسبة لجهة واد الذهب القويرة ما نقدو قاع ننكرو في بطل، ما نقدو نشكو في بيعتها، لأن بيعتها ما هي من اليوم، بيعتها دائما لجلالة الملك من محمد الخامس للحسن الثاني للمحمد السادس، هذا شيء مؤكد لها ومقاربة 100%. بالنسبة للخطاب الملكي السامي كان في غاية الأهمية، وهو أن نرتاح، وهو أنه كان واحد ملاحظة، كان خطاب قوي وشديد
من ناحية اللهجة ومن ناحية المصداقية ومن ناحية الشفافية، وأن جلالة الملك مباشرة خطاب كان فيه بعض التوصيات اللي جريئة وجريئة على بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الجمعويين جميع، وهو أنه من خلال الدراسات اللي قام بها المجلس التجاري والبيئي والاقتصادي والبيئي، من خلال الدراسة اللي قام بها أنه كان من حق الشعب، من حق المواطن المغربي، من حق المواطن المغربي أنه يستفاد من هذه الثروة اللي في, في, في البلاد. وصراحة هذا 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 خطاب صراحة كان في غاية أهمية. العائلة العلوية بالنسبة لخطاب صاحب الجلالة زين عندنا القال اليوم متكلم فيه عن الثروات وعن الجهة الموسعة، الثروات القال فيهم اللي ألحق عنهم يالتم يبدوا على الناس من طنجة إلى القويرة، وهذا زين عندنا وفي المستوى ويصبرك علينا وعليه على المقادير وعلى المسلمين. طيب جلالة الملك شار اليوم عليه نقاط لتفعيل الجهوية المتقدمة وخاص التعبئة الشاملة للساكنة، وعطى شارع للتنمية البشرية اللي أعطت آفاق كبير في صعيد المملكة المغربية، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نشارك جميع الناس في الجهوية إن شاء الله متقدمة، والله إن شاء الله يبارك في عمر سيدنا إن شاء الله. طيب العرش جلالة الملك هدر لنا على فلسطين والمساعدات اللي قدم، كنشكروه بزاف، هو إحنا كنفتخروا به ورفع راسنا بزاف بفضل هذه المساعدات اللي دار، وفي الاخر قال القرار ديال الجهويه التوسعيه اللي حنا كنحتارموه كنقولوا له شكرا جلاله الملك.